كانت تلك الليالي حلب قبل أن يخطف الأسد نورها وينتقم منها. أما اليوم نجول بحذر في حاراتها المظلمة برفقة ياسر ونسترق تشغيل الأنوار بين الفينة والأخرى. طائرات النظام تحوم فوقنا وهي لا تكف عن تصويب رشاشاتها تجاه أي ضوء متحرك. درجة الخطورة بالليل يعني كتير كتير كبيرة، بصير يعني إذا ماشي بأماكن مظلمة ما بتحسن تشغل ضوء، بدك تلطش تلطيش، بدك تفوت بأماكن فيها إنارة لحتى تحسن تشغل إنارة يعني خافضة كمان ما تكون قوية كتير، لأنه معرض بأي لحظة ليضربك الطيران. حلب مدينة لا تنام، فهي العاصمة الاقتصادية السورية. كثير من تجارها مثل أبو أحمد لا يزالون على عاداتهم القديمة، فتبقى محلهم مفتوحة ليل نهار رغم المخاطر والحركة الضئيلة. الحركة بالليل ضعيفة من كثر الضرب والطيران، ما حدا بنزل بالليل إلا المحتاج، يعني ضروري ينزل ياخذ له بندورة مشان سحور، ياخذ له خيارات جبسة هيك بنزلوا، وقليل جدا يعني. صحيح أن ليل حلب موحش ومخيف هذه الأيام، لكن الصحيح أيضاً أن الظلام لابد أن ينجلي ولابد أن يعود النور. محمد الخطيب، AMC.